تمكنت الدولة المصرية من صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في القدرة على امتصاص واحتواء الأثار السلبية للصدمات داخليا وخارجيا وأكدت وكالة فيتش وستاندرد أند بورز أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت تصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسط ازمات هزت اقوى الاقتصادات العالميه في ظل جائحه كورونا وما اعقبها من تداعيات للازمه الروسيه الاوكرانيه، تمكنت الدوله المصريه من صون مكتسبات الاصلاح الاقتصادي على نحو ساهم في القدره على امتصاص واحتواء الاثار السلبيه للصدمات داخليا وخارجيا. هذا وأبقت وكالة فيتشي للتصنيف الائتماني أبقت مصر عند بي بلاس منذ مارس 2019 مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة من جانبها ثبتت ستاندرد أند بورز تصنيفها لمصر عند بي منذ مايو من عام 2018 لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس من توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية. بدورها ثبتت موديز تصنيفها لمصر عند بي تو منذ أبريل من عام 2019 مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة وذلك وفقا لأحدث تقرير للوكالة والصادر ب تاريخ يناير من العام الجاري 2022. توقعت فيتش ايضا ان يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الاعوام القادمه ليصل الى 3.5% للعام المالي 2022/2023 مشيره الى ان انتعاش كل من حركه المرور بقناه السويس وايرادات السياحه ساهم بشكل كبير في تقلص نسبه العجز خلال النصف الثاني من عام 2021. على صعيد متصل أشارت ستاندرد أند بورز إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالميا تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط.